بيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحد بيتكلم عن مدينة نيويورك وبيقول إن مدينة عادية، وبيتكلم عن حي بروكلين وبيقول إنه مليان جرائم وعصابات. وبعد كده بنشوف اتنين واقفين في معرض فني واسمهم توماس وميمي، وبتقول إنها هتسافر عشان تشتغل ومش هينفع تكمل معاه، وهو بيتضايق وبيسيبها وبيمشي وبيركب المترو. وبعدها بيروح وبيبص في صندوق البريد بتاعه وبيتكلم معاه جاره وبيعرفه بنفسه وإن اسمه جوليان، وبيقول لتوماس إن شكله متضايق وبيسأله لو متضايق من الشغل، وتوماس بيقول لأ، وجوليان بيقول طب اسمها إيه، وتوماس مش بيرد، وجوليان بيعرض عليه مساعدة ويقوله لو محتاج أي حاجة يقوله، وتوماس بيطلع على شقته وبيقعد يسمع أغاني، وبيروح لجوليان وبيحكيله على اللي حصل مع ميمي، وجوليان بيقوله حل مبهم مفهمش منه حاجة. وبيروح توماس يتغدى مع عيلته، وابوه بيتكلم عن توماس وبيقول ان مش لاقي شغل بالرغم انه شاطر، بس هو مش بيدور كويس، وبيعرض على توماس فرصة شغل بس توماس بيرفض. وبنشوف توماس وهو قاعد مع ميمي في مطعم، وبيدخل ابو توماس ومعاه واحدة جامدة، وبنعرف ان اسمها جوهانا. وبيروح البيت وهو متعصب، وميمي بتحاول تهديه لكن مفيش فايدة، وبيروح يتكلم مع ابوه اللي بيقوله انه جايب ليه شغل. وبعد كده بيروح توماس البيت ومش بيلاقي حد يتكلم معاه غير جوليان. وبعد كده بيستنى توماس بره بيت الست اللي مصاحبها ابوه وبيراقبها، وبيركب وراها المترو. وبنعرف يتكلم مع جوهانا، وبتبقى عارفة انه بيراقبها وكمان عارفة هو مين، وبيقعدوا مع بعض، وبتقوله انه عايز يعمل معاها علاقة وهو بينكر، بس هي بتقوله انه عايز بس هو مش عارف، وبيقولها انها لازم تبعد عن ابوه. وبعد كده بيروح توماس حفلة مع بيبي، وبتكون جوانا موجودة هناك، وبيتكلموا شوية مع بعض، وبيروحوا في مكان هادي وبيعملوا واحد مشهد رومانسي. ولما بيرجع ميمي بتسأله هو كان فين، وبيقولها ان كان في الحمام. والايام بتعدي والعلاقة بين توماس وجوانا بتتطور، وبيستناها عن بيتها وبيعملوا علاقة مع بعض. وبسبب علاقته بجوانا شغفه للكتابة بيرجع من تاني، وبيقرأ اللي كتبه لجوليان، بيقوله عاش يا اسطى، وبيقوله انه موهوب. وبعد كده بيروح توماس المكتب بتاع ابوه اللي بيلومه عشان ما راحش الانترفيو اللي قاله عليه، وبيعرض عليه شغل في الشركة بتاعته بس توماس بيرفض. لما بيرجع توماس على شقة جوليان بس مش بيلاقيه، وبيلاقي كتاب اسمه الولد الوحيد العايش في نيويورك، وبيعرف ان جاره يبقى جوليان يبقى كاتب مشهور ومش مجرد تشابه اسماء. وبيطلع يلاقي جوليان بيشرب سيجارة وبيتكلم معاه توماس شوية، وبنشوف توماس وهو رايح بيت جوانا عشان يفرجها على الكلام اللي كتبه، بس هي ما كانتش موجودة وكانت خارجة مع ابوه. وبيشوفهم توماس وهم قاعدين مع بعض وبيتضايق. وبعد كده بيعمل توماس علاقة مع جوهانا، وبيقولها انها لازم تبعد عن ابوه، وهي بتقتنع بكلامه. وبنشوف توماس وهو قاعد مع ابوه على العشاء، وبتتصل جوهانا بابو توماس وبتنفصل عنه، وبيبقى واضح انه متضايق بس توماس كان مبسوط. وبعد كده توماس بيعزم جوليان على الحفلة اللي كان عاملها ابوه، وبيروح جوليان الحفلة وبيتكلم مع جوهانا شوية، وبعدين بتسيبه وبتمشي. وبعدها بتتكلم مع توماس وتقوله ان لازم يبعدوا عن بعض، وهو بيرفض وبيقرر ان لازم يقول لابوه على اللي حصل. ويخرج من الحفلة وبتجري وراه ميمي وتقوله انها سابت السفرية عشان خاطره، وهو بيقولها انه عمل علاقة مع جوهانا. وميمي بتتعصب، وبيدخل توماس على ابوه المكتب عشان يقول له على علاقته بجوهانا، وبيتعصب عليه ابوه. وبيخرج من المكتب، وجوانا بتدي توماس صورة ليه وهو صغير، وبيكون جوليان موجود في الصورة، وبيسأل توماس جوليان، وبيعرف منه ان كان بيحب امه زمان. وبيقرر توماس ان يلم شملهم مرة تانية. وبعد مرور سنة كان جوليان في حفلة للتوقيع على كتابه، وكان معاه توماس وجوانا. فيلم بيخلص على كده.